لا شك أن الأمل هو ذلك الخيط الرفيع الذي يربط الشاعر بالحياة ويجعله يحارب أقصى الظروف متطلعاً للمستقبل، تواقاً إلى التغيير. وفي ذلك يقول ابن الرومي: أملي فيه ليأسي قاهر، فلذا قلبي عليه صابر، وهو المحسن والمجمل بي، وأنا الراجي له والشاكر. ويقول الشافعي: ولرب نازلة يضيق لها الفتى ذرعاً، وعند الله منها المخرج، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. ويقول علي بن الجهم: يا أيها المطلق آماله، من دون آمالك آجال، كم أبلت الدنيا وكم جددت منا، وكم تبلي وتغتال. وعن التفاؤل والثقة بالله يقول سعد بن جدلان: لن قفل باب من الرزق حراسه وقوف، فتحت بيبان الأرزاق من كل اتجاه. ويقول خالد الفيصل: لاختلط لوني ولا حرفي حزين، والتشاؤم ما له بطبعي مكان، والأمل فألي على مر السنين، أنشر البسمة على وجه الزمان.